إلى الرياضة العالمية مع أحمد غنيم، محلل كرة القدم العالمية والناقد الرياضي. أهلا بيك يا أحمد، صباح الخير. صباح الخير عليك يا هبه وكل مشاهدي برنامج تانية الصبح. أحمد منورنا، وكل سنة وأنت طيب، و كل طيب يا هبه وكل سنه للمشاهدين، يا رب سنه أمنياتك إيه في 2023 عشرين تكون تلاتة احسن. وعشرين للرياضة المصرية بالتأكيد؟ والله يعني نتمنى الافضل 2022 الحقيقه، تحديدا طبعا على اللعبه الشعبيه الاولى. بنتحدث عن كره القدم، لم تكن امور جيده خالص، الاخفاقات كانت كبيره جدا. اتمنى الامور تتحسن في 2023، واهم حاجه من النتائج ان احنا نغير المسار بتاعنا الحالي في الكره المصريه. احنا شايفين يعني ان الدنيا كلها بتتطور، فنتمنى ان شاء الله احنا نتطور للافضل. نتمنى ذلك يعني، ان كانت الامور حتى ان لا اشاهد ذلك، لكن نتمنى ان يعني الامور تتطور للافضل باذن الله. بصراحة 2022 تأبى أن تغلق كل صفحاتها دون أن تحزننا. امبارح كلنا طبعا مش هقول فزعنا، لأن احنا بقالنا فترة متابعين حالة بيليه الأخيرة، ولكن كان حزن يعني أدمى القلوب امبارح. وفاة الأسطورة الجوهرة السمراء بيليه امبارح عن عمر 82 سنة بعد صراع مع مرض السرطان كان بيعاني منه بقاله فترة طويلة جدا. طبعا لو اتكلمنا عن بيليه هنتكلم كتير جدا عن حجم الإمكانات، عن جمال المهارات، عن الأداء والجمال داخل الملعب وخارج الملعب، ودايما كان بيمتعنا بتصريحاته. وبيليه كان أسطورة من أول ما ابتدى في نادي سانتوس، وهو لما عرف بقى وابتدى نجمه يلمع وهو عنده 16 سنة في سانتوس البرازيلي، حقق 3 كأس عالم بداية من 58 وانت طالع بقى 62 و70، وحقق كأس ليبرتادوريس 62. فإحنا بنتكلم على أسطورة بمعنى الكلمة، وعايزك يعني تقولي شعورك إيه بهذه الأسطورة ورحيلها عن عالم كرة القدم يا أحمد. بليه يعني بالتأكيد هو أحد أعظم أساطير كرة القدم. حتى معظم حتى يعني الصحف والمواقع الكبيرة امبارح ووسائل الإعلام one of the greatest of the time، يعني واحد طبعا من أعظم أساطير كرة القدم بالفعل. طبعا بيصنف بجوار مارادونا، بجوار ميسي، بجوار كريستيانو رونالدو، لكن بليه تحديدا ليه وضعية خاصة. ما تكلمش عن المهارات، ما بتكلمش عن الأهداف الكتيرة. يعني قريت امبارح يعني بوست للصحفي الاردني محمد عواد، عجبني جدا الحقيقه. بيتكلم ان بليز ازاي غير كره القدم نفسها، غير مفهوم كره القدم. هو اول طبعا واحد من اهتم او خلى الناس تهتم بموضوع فكره الارقام القياسيه، اول واحد من او خلى الناس تهتم ايضا بفكره ان اللعيب يكون سبونسرز، موضوع الرعاه وان ازاي الرعاه يخشوا في عالم كره القدم. ايوه. بنتكلم في لاعب كان وافي جدا نادي سانتوس، يعني في قصه شهيره جدا سنه وهم يعني على بعد فكرة حوالي ردوا هذا الوفاء ليه، صح؟ ده حقيقي بالفعل. الجنازة بتاعته، الجنازة بتاعته، جنازة الجنازة مهيبة في يعني يعني سمي بالموكب منتظر الذهبي. الإطار يوم الاثنين ان شاء الله. بالفعل يعني منتظرين يوم الاثنين والثلاثاء ان شاء الله. الجثمان هيوصل ملعب سانتوس التاريخي يوم الاثنين ان شاء الله، والجثمان سيوار الصرع يوم الثلاثاء. في قصه شهيره جدا اريد ان يعني اقولها للساده المشاهدين. في اواخر الخمسينات او بدايات الستينات، نادي انتر ميلان حاول، نادي انتر ميلان طبعا الايطالي الكبير، حاول استقدام بيليه، ايوه لكن الجمهور هدد وعمل قصص كبيره جدا. فما كان من بيليه الا يعني انه حس ان الجمهور هيبقى في حاله نوع من الشلل الكبير بالنسبه ليه، رفض. رغم العرض كان مغري جدا بالنسبه ليه، رفض الانتقال لاوروبا، وفضل البقاء في سانتوس والتحقيق معاه ارقام قياسيه. سجل حوالي، بنتكلم في اكثر من 1000 هدف تقريبا مع نادي سانتوس، ارقام خرافيه. بنتكلم هو الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي ب 77 هدف بالتساوي طبعا مع النجم البرازيلي الحالي نيمار دا سيلفا، اللاعب الوحيد يا هبه اللي حقق 3 كاس عالم، اللاعب اصغر لاعب في التاريخ يسجل في المباريات النهائيه لكاس العالم. فلاعب لا الحقيقه يعني حتى الكره الذهبيه نفسها عجبني حينما كمان كانت درس منحصره في هو اداه قبل رحيله من خلال رسالة، يعني رسالة حوالي 3 سطور، وفيها من ضمنها هو بيتكلم في الانتصار بنسعد، وقال في الهزيمة بنتعلم. ده حقيقي. برضه مش قادر انسى الحقيقه رسالته لمارادونا لما قال له احنا بما معناه سنلعب مع بعض في السماء، لما مارادونا توفى قبل عامين. برضه مش قادر انساها الحقيقه، ايوه رغم ان كان في بعض المناوشات بينهم، على طبعا كانت طول. مناوشات اعلاميه. لكن الحقيقه لا، الاثنين كانوا اساطير بالطبع. لكن بليه لا، بليه غير مفهوم كره القدم بشكل كبير جدا. صحيح انه انا طبعا يعني ما عشتش عصر بليه وشفت له فيديوهات، وبالنسبه ليا
ممكن ما يكونش امتع لاعب، هو طبعا اسطوره كان بالنسبه لي مثلا، مش امتع لاعب، مش مثلا مش زي ميسي او مش زي مارادونا، لكن هو بالتاكيد واحد من واحد او يعني اول واحد غير مفاهيم كتير جدا في عالم طبعا كره القدم، وبالتالي يعني كل هذا الاهتمام هو يستحقه تماما، رحيله يستحقه تماما. البرازيل حداد رسمي 3 ايام، نادي سانتوس والاتحاد البرازيلي حداد رسمي 7 ايام وسينكسوا الاعلام، فلا بيليه يستحق كل ذلك، يستحق كل هذا اللي شاهدنا امبارح ملعب ويمبلي التاريخي، ملعب انجلترا طبعا تزايم بالامس بالعام البرازيلي ومكتوب عليه بيليه، لا بيليه يستحق كل ذلك لانه بالفعل رمز غير رمز كتير جدا فيما فيهم كرة القدم. أكيد. أحمد بكمل معاك بقى رصد يعني الفعاليات اللي في الرياضة العالمية، وأروح منها سريعا برضو للمحلية، بس العالمي فيه أخبار كتيرة قوي، ولكن أنا اللي لفت نظري واستغربته إنه الموندو ديبورتيفو مثلا تطلع حاجة زي كدبة إبريل كده، بس كدبة ختام 2022 طلعت إشاعة إنه مبابي هينتقل إلى برشلونة، وبعدين رجعت كدبتها وقالت إن دي من باب الفكاهة والترويح على الناس. ايه رأيك في الموضوع ده؟ طبعا فكاهه بالتاكيد، انا اصلا اول ما قريت الخبر انت ما ما بتعتبرهاش صدقتوش، سقطة مهنية صح؟ لا لان هو اليوم ده اعتبروه يوم الكدب في اسبانيا وكده، فانا اول ما شفت الخبر عارف ان، لان برشلونه اصلا عنده ازمه ماليه كبيره جدا، برشلونه لن يستطيع القيام بتعاقدات وبحجم مبابي، يعني مبابي نتكلم في لاعب بيتقاضى اموال ضخمه جدا في باريس سان جيرمان، يعني فبنتكلم في ان هو اصلا برشلونه لا يستطيع اصلا دفع ثمنه، يعني مش بس ان هو يدفع له راتبه او مكافاه ان هو ينتقل ليهم، فلا يعني خبر بالتاكيد كان مسحق. مبابي ان رحل يعني، وده اعتقد لن يكون بالسهل، ان رحل عن باريس سان جيرمان سيكون رغم كل ما يقال عن ريال مدريد، سيكون اما مثلا لريال مدريد او مثلا ليفربول، انديه قادره على دفع ايوه اولا ثمن انتقاله ثم دفع راتبه، ثم انا اعتقد اصلا باريس سان جيرمان يعني دي في وجهه نظري لن يترك امبابي يرحل الا حينما يحقق حلمه هو التتويج بدوري ابطال اوروبا، وعلى هذا ايوه الاساس امبابي وقع عقد حتى 2025، لكن طبعا برشلونه بظروفه الحاليه يعني من رابع المستحيلات، صعب جدا طبعا. طيب يعني انتقل معاك سريعا لهالاند. يعني بص بقى نتكلم براحتنا، وهالاند الغريب بقى انه طلع بعد اخر ماتش قال لك انا لا انا انا لسه محتاجه اتدرب تاني، وهو لسه جايب جونين. ده حقيقي انا نفسي يعني الحقيقه التصريح بالنسبه لي الرجل كان غريب جدا، الاخضر. يعني نتكلم حاليا هيبقى 20 هدف في البريمير ليج بعد مرور 17 جوله، يعني ايه ده، يعني ده مش ده حاجه بصراحه، مهاجم بالفعل رقم 9 كان يجب ان يكون، وبيشتغل على نفسه كتير جدا، هو مش حتى نفسه جوارديولا نفسه بعد مباراه ليدز الاخيره لا قال ان انا هالاند حزين منه المفروض كان يسجل اكتر من هذا، وبالفعل هالاند نفسه قال المفروض كنت اسجل 5 اهداف، وطبعا ده طبعا بيوضح ليه هالاند وصل بيوصل لهذه الارقام وليه نسبته التهديفيه عاليه، الراجل بيشتغل على نفسه كتير والطموح ما بينتهيش، اتمنى يعني اللعيبه عندنا في مصر تتعلم من هذا الطموح، لا اقول ان هم يوصلوا لمستوى هالاند لكن الطموح المستوى الطموح نفسه والفكر نفسه يتغير للافضل باذن الله، لاعب استثنائي ان استمر بهذا الشكل سينافس بكل قوه على البالون دور الموسم المقبل ان شاء الله مع ليونيل ميسي طبعا، لان ليونيل ميسي بعد فوزه بكاس العالم هو المرشح الاول حاليا للفوز بالكره الذهبيه 2023، انت بترشح ميسي؟ طيب خاصه بص لو بقى، وصل عشان انت جبت سيرة ميسي، انشيلوتي امبارح سئل هل ميسي هو الافضل في تاريخ كرة القدم، قال ما اقدرش اقول كده، وقال انه كل واحد، احنا كنا لسه بنتكلم على بيليه مثلا وعلى مارادونا، فقال ان كان كل عصر فيه الافضل، لكن انا ما اقدرش ان هو اقول ان هو الافضل في التاريخ، وقال خلوا بالكم ان انا عندي صاحب الكرة الذهبية، فهل ترى انه التصريح ده في حد ذاته نوع من انواع الدبلوماسية؟ هو انشيلوتي طبعا كان مجبر يقول ذلك ان هو مدرب ريال مدريد، وريال مدريد يعني ريال مدريد وميسي يعني اذاق ريال مدريد الكثير والكثير، يعني هو ريال ميسي هو الهداف التاريخي لمباراه الكلاسيكو من برشلونه ريال مدريد، فطبيعي ان انشيلوتي يطلق هذا الرزق وينفي ان هو يقول ان ميسي هو اللي يعني افضل لاعب على مر التاريخ، طبعا وجهات نظر، انا في وجهه نظري ده وجهات نظر بحته فعلا، يعني كل واحد له وجهه نظر وكل واحد حر، انا مثلا او على ربما المستوى الشخصي يكون بيفضل عدم المبالغة. لا يا مش مبالغة، يعني برضه ميسي بالفعل حقق كل ما يحلم به لاعب كرة القدم، بيليه مثلا على سبيل المثال هو لاعب أسطورة لكن هو في الأول في الآخر فضل في نادي سانتوس، صحيح إنه حقق 3 كأس عالم رقم ما أعتقدش إن حد يوصل له، رقم خارق بالفعل، لكن ميسي لعب في التوب ليفل في أوروبا، ده أمر
اعتقد برضو يفرق مع ميسي كتير. مارادونا نفس الشيء، مارادونا برضو الاشاره السريعه هيبه، مارادونا راح نابولي، نابولي كان بيسعى للهبوط، حتى ان رئيس نابولي نفسه اتهموه بالجنون، انت ازاي تشتري مارادونا بالثمن ده؟ ساعتها كان اغلى لاعب ايوه ساعتها في تاريخ كره القدم، مش مشتري من برشلونه. لكن بعد ذلك سبحان الله، وهو في نابولي مارادونا قاد الارجنتين لكاس العالم، وقاد نابولي لتحقيق لقب دوري في انجاز، يعني لقب دوري مرتين في انجاز لم يكن يعني متصور. يمكن اللي عاب على مارادونا هو حياته الشخصيه وموضوع ادمانه للمخدرات، طبعا. وتحديدا مخدر الكوكايين، وده اللي اثر عليه بعد ذلك في موضوع الاختيارات من افضل لاعب في القرن العشرين. اخذوا للنفق لكن المظلم طبعا. بالظبط بالفعل، لكن انا في وجهه نظري كل واحد طبعا له وجهه نظره، انا في وجهه نظري مثلا شايف ان ميسي مش بس موضوع ان هو ارقام وبطولات، موضوع الاستمراريه هيبقى في التوب ليفل، بنتكلم في طبعا. 17 سنه ولكن او انا 18 عجبني سنه في التوب فكرة ليفل. انه انشيلوتي بيدي دافع برضو نفسي في اي فرصة متاحة ليه للاعب عنده في الفريق زي كريم بنزيما، خاصة بعد المشكلة اللي حصلت معاه مع ديشامبو وعدم مشاركته معاه، وانه قالوا انه في مؤامرة اتعملت ضده وهيتم كشف التفاصيل في الايام القادمة، وانه ديشامبو هو اللي قال يسيب المعسكر حفاظا على جيرو و اللعيبة التانية في منتخب فرنسا اللي هم قدروا ان هم ده يوصلوا حقيقي، ده حقيقي. بالفريق، وكيله، وكيله نفسه، وجريزمان. وكيله بالفعل يا هبه، وكيله بالفعل طلع اتكلم في القصه دي، وبدايه تصريحات صادمه حقيقه. انا في وجهه نظري ما صدر عن وكيل بنزيما تصريحات صادمه، وبيؤكد ما نشرته صحيفه ليكيب انه بالفعل بنزيما كان جاهز مع منتخب فرنسا من دور ال وقالوا 16 ان ضد هو كان هولندا. ممكن يغيب اسبوع واحد فقط. بالظبط بالظبط يا ابني، فبالتالي بيؤكد ان في مشكله بينهم، وبالتالي هو بنزيما خد هذا القرار، سواء فرنسا كان فازت كاس العالم او لم تفز بكاس العالم، واضح ان كان بنزيما واخد القرار انه بعد أي كاس العالم مباشره سواء الاعتزال الدولي. هو في وجهه نظري قرار سيء جدا، واضح ان ديشامب مستمر، والكيمياء بين مفيش كيمياء بينهم على الاطلاق، واضحه جدا من سنين طويله حقيقه، منذ قضيه طبعا الابتزاز اللي كان متورط فيها بنزيما والتسبب في التعادل عن منتخب فرنسا لعدة سنوات. طبعا. لا يعني انا اعتقد لكن تصرف يعني انشيلوتي تصرف حكيم جدا، بيدعم لعيبه من الناحيه النفسيه، خاصه ان ريال مدريد مقبل على جدول مزدحم جدا في شهر يناير، بنتكلم على السوبر الاسباني، الليجا، كاس ملك اسبانيا، من فبراير ان شاء الله عنده كاس العالم للانديه ان شاء الله في المغرب، صحيح ان عنده مباراتين فقط. وانا اود الاشاره سريعه برضه جدا يا هبه، ان ما عندهمش الخناقه بتاعت موضوع التاجيلات. بالمناسبه ريال مدريد هو يعني هيلعب ماتش في اسبانيا، وبعديها بيومين ثلاثه هيروح في المغرب، طبعا لقرب المسافه وما الى ذلك، ما عندهمش خناقه التاجيلات دي خالص اللي هتبقى عندنا واللي متوقعها الفتره الجايه ان شاء الله يعني عندنا في مصر بسبب الاهلي، بسبب مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. ولكن ريال مدريد عنده رزمات مهمه جدا وصعبه جدا في يناير وفبراير، عنده ماتش صعب جدا ضد ليفربول. في وجهه نظري ليفربول بصفقه جاكوب واللي جاب اللي ابرمها وخطف هذا اللاعب الموهبه الهولنديه من مانشستر يونايتد، ايوه، ريال انت مدريد رحت لجاكبو ليفربول دلوقتي هيلعب فين؟ هيوظف يعني كلوب هيوظفه فين؟ وقال لك ده لاعب اقدر ان انا استفيد بيه، بس اكتر المراكز اللي هو محتاجها يدعم من خلال جاكبو بيها تكون ايه؟ بيقدر يلعب في اركز في اكتر من مركز يابا، وهي دي نقطه مهمه جدا. طبعا كلوب حاليا عنده مشكله جدا في مركز الجناح، بنتكلم على يعني لويس دياز عنده اصابه مطوله، برضو ديو جوت عنده اصابه، فبالتالي الخيارات قليله جدا، ممكن محتاج لاعب بهذا الشكل سواء يلعب كمهاجم، ممكن يلعب كمهاجم محمي او على الجناح. انا متوقع انه يلعب كجناح لحين استعاده لويس دياز، وكان محتاج لاعب يعوض الى قدر ما ساديو ماني، اللي لويس دياز لم يستطع سد هذا الفراغ. جاكبو الحقيقه مما شاهدناه في كاس العالم، وحتى مما شاهدناه في بعض مباريات بي اس في ايندهوفن، هو موهبه واعده جدا وشابه جدا، والثمن الحقيقه اللي اشتراه بيه ثمن مش غالي، يعني بنتكلم في 35 مليون جنيه استرليني، بالنسبه للارقام اللي بنشوفها دلوقتي ثمن مش كبير جدا، وده خلى وضعيه نادي مانشستر يونايتد غنيم وادارته غنيم، وضع انا صعب جدا بشكرك، مع انا الجماهير. بشكرك شكرا جزيلا، ودايما الحديث بقيه بس سريعا كده. طبعا في اجنده مزدحمه للزمالك في يناير، اجنده مزدحمه للاهلي في يناير، بدايه من مواجهه بيراميدز يوم الاثنين القادم، وبعدها المصري بورسعيدي، ولقاء القمه ايضا اللي بيجمع الاهلي والزمالك فيوتشر، وصيف الدوري هيواجه الزمالك والاتحاد السكندري والمحله، وبيراميدز هيواجهوا الزمالك في كاس مصر. خليني سريعا كده تكلمني في دقيقه على المستويات المقدمة حاليا في الكرة المصرية وتوقعاتك. محبط بصراحة، وأرجو أن أكون محبط. صراحة دي ما تزعلش حد، محبط جدا من المستويات، أتمنى الأمور تتحسن للأفضل في الفترة الجاية. الأهلي والزمالك لم يقدموا مستويات جيدة على الإطلاق، حتى الفرق الطويلة بشكل كبير جدا، أتمنى الأمور تتحسن، نتمنى. أتعشى مباراة الأهلي والزمالك المقبلة تكون صورة جيدة لينا وللدوري المصري، وتحسن الصورة بعد الشيء، لأن حتى الآن المستوى من وجهة نظري وما أشاهده أقل من المتوسط، أتمنى الأمور تتحسن الفترة القادمة بإذن الله.
انا بشكرك شكرا جزيلا. واحد زملكاوي من الكنترول طبعا مخرجنا بيقول لي ليه عشان الزمالك هو اول الدوري؟ لا، عشان المستوى، عشان المستوى، عشان الاداء. فاحنا عايزين كرة حلوة يا سكري، وعايزين الدنيا تبقى افضل وافضل عشان المنتخبات كمان لما يشوفوا قدامهم نجوم بحجم نجوم الاهلي والزمالك يبقى فيه دافع. طبعا انا بتكلم على اللي هي المراحل الادنى من المنتخب الاول، شوفوا نجوم قدامهم بيؤدوا ويكون الدوافع اكتر واكتر، ويكون كمان يعني قوام الاهلي والزمالك هو الاساس الى المنتخب الوطني بالاضافة للمحترفين، فنلاقي اداء ونلاقي نتيجة ونلاقي التأهل لكأس العالم ونلاقي نتائج لكأس العالم. وده الدرس اللي احنا اخذناه طبعا، وكان درس قاسي شوية في المونديال السابق.